للمنطقة الزعفرانية من المناطق المهمة اللي ضمن قطاع بلدية الكرادة، واللي تعتمد بالأساس على مشروع ماء الرشيد اللي يقع في بداية معسكر الرشيد، والذي يضخ الماء إلى كافة محلات الزعفرانية، واعتماد المنطقة على هذا المشروع بشكل نسبة 99%. وفي كل سنة تعاني منطقة الزعفرانية من موسم الشحة خلال شهر أو أقل أو أكثر، وتقوم دائرة بلدية الكرادة بتلبية شكاوي المواطنين بإرسال التناكر في هذه. نرجع إلى أسباب الشحة في منطقة الزعفرانية تعزو إلى أسباب عديدة، من ضمنها زيادة الكثافة السكانية لمنطقة الزعفرانية، حيث ازدياد الكثافة وتحويل المناطق الزراعية إلى سكنية بالمقارنة بعدم توسعة المشروع الأساسي الذي يقوم بضخ الماء إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى الاستهلاك العالي للمواطن خلال فترة الصيف، يقابلها كذلك انقطاع في التيار الكهربائي اللي خلال الفترة الماضية اللي عانى بها المواطن بشكل عام يعني في منطقة بغداد وخصوصا في منطقة الزعفرانية. ونقوم باستقبال المواطنين بشكل يومي وفي كافة أوقات صباحا وليلا، وتلبية طلباتهم وفق الإمكانية المتوفرة لدائرة بلدية الكرادة. حالة وجود تجاوز على شبكة الماء، هذا الماء كمية الماء ما حتكفي لكافة مناطق الزعفرانية، فزيادة التجاوزات وزيادة العشوائيات وزيادة المناطق الزراعية التي تحولت إلى سكني أثرت بشكل سلبي على المواطن الزعفراني. حسب التوجيه اللي وردنا من دائرة بلدية الكرادة، احنا كقسم ماء في دائرة بلدية الكرادة تحديد مواقع الشحة، وبالتالي تقليل كاهل المواطن بإرسال تناكر ماء واصلة إلى داره، هذا ضمن التوفير واللي تقدمه دائرة بلدية الكرادة. احنا حددنا المناطق الشحة اللي وصلنا لها، فحيكون تناكر يومية مخصصة لهم لتقليل كاهل المواطن، وخصوصا بهاي المناطق البعيدة، وتعرفون احنا حاليا في موسم شحة، استهلاك المواطن عالي للماء، ومنطقة الزعفرانية في تزايد بكثافة سكانية عالية تزيد سنة ورا سنة. كان المشروع المخصص لضخ المياه لمنطقة الزعفرانية بالكامل هو مشروع واحد يقوم بضخ للمناطق السكنية فقط، هسه حاليا للعشر سنين الأخيرة انه زادت الكثافة السكانية أضعاف، الأراضي الزراعية تحولت إلى سكني، بالإضافة إلى التجاوزات على شبكة الماء. نحاول قدر إمكاننا أنه رصد التجاوزات، لكن مو بكميات كلش هائلة. فحاليا يعني احنا كدائرة بلدية الكرادة نحاول نقلل من كاهل المواطن بإرسال كافة الآليات اللي متوفرة عندنا ضمن قاطع بلدية الكرادة إلى المناطق الشحة، والكتب مستمرة في أعمال توسعة المشروع الرشيد، بالإضافة إلى توسيع مجمع ماء الزعفرانية اللي يخدم محلة 966 والمناطق المحيطة بها الزراعي. الزعفرانية هو قيد التوسيع ترى اللي يخدم محلة 966 والملحق مالتها الزراعي همين، لأن صارت منطقة كبيرة زراعية زعفرانية. فإن شاء الله يعني أنه إن شاء الله بالقريب العاجل أنه دائرة ماء بغداد راح تسوي التركيز على المشاريع مالتها اللي تخدم منطقة الزعفرانية. إحنا كدائرة بلدية الكرادة بخدمة المواطن كل المناطق وخصوصا منطقة الزعفرانية نقدم لها نعم احنا ترى ليلا ونهارا زين، وطبعا صيانة ماء الزعفرانية هي كادرها من ولد الزعفرانية، من دا يطلع بالليل هو لخدمة اهله وناسه. والله ما دا يضخون المويه، احنا صارين هنا بالاخير
فالماء ما يجي ابد الابي، فالناس قاعد تحفر بياره وقاعد يجي ماي مالح، يعني تقريبا حسب 200 250 300 مي. يروح يجيب هذا ماي ارو للشرب والباقي تغسل بيه، هاي شو يسوي؟ والله العظيم ملينا من الماي، ملينا ماكو بقى، حتى صار جسمنا بيحب من ورا الماي الابيار كلنا، يعني مشترى مال الطبخ للماعين للسبح المن يصير ماي الارو، بهاي كله عايشين، هاي صار لنا فوق الشهر احنا على هالحاله على ماي الابيار، ملينا ترى والله العظيم ملينا، ما يصير هيجي، يحطونا يحطونا مضخه، يحطونا فتشي، عاد نسوي من عندها ذن الشهرين ماي ماكو، متنا والله بدنا نموت بدون ماي. يعني هو سيد يعني هم واحد ما يعرف يحكي، والله الناشد رئيس الوزراء، وخليه يشوف انا رجال مقعد، وهاي منطقه كلها شاذة، انا رجال مقعد، وهاي امي مرت كبيره مضروبه مرتين جلطه، يعني واحد يريد ماي ماكو، يركض منا ماي ماكو، يجي منا ماي، يعني هسه لو هذا يشيل خشمه ما يفضفض على ابو زين وهاي الولد هنا، والله عمي خوش مرتي متمدسون دشقيت مسافه تجيب ماي بير، الى متى يقبل هو ضميره هيك رئيس الوزراء؟ لي شارعكم هاي يوميا لحين ما الازمه زين عيني، فهذا اللي كدائره بلديه الكراده، وان شاء الله بالايام القادمه حيتحسن وضع المي ويوصلكم بالشبكه مالتكم ان شاء الله. ان شاء الله. نعم حيل. ما نقدر احنا بخدمه المواطن مهما يكون، نحاول نقلل من الكاهل اللي عليه، سواء كان اهم شيء هو مصدر المي، فاحنا كتوجيه من سيد مدير عام دائره بلديه الكراده انه اجراء حملات موسعه بتوزيع التناكر الى المشمولين بالشحه في منطقه الزعفرانيه، وخصوصا بالمناطق البعيده، المنطقه البعيده اللي هاي المنطقه اللي مشموله بال 977 الزراعي، لانه هسه من طلعت على البيوت كلها متاذيه من ناحيه المي وانعدام المي بيها عدم وصولها. طبعا احنا نطالب بمشروع الرشيد، نطالب بتوسيعه، نطالب بمضخات اكثر، لان منطقه الزعفرانيه كانت احياء قليله، هسه منطقه الزعفرانيه كبرت، واحنا متلامسين يعني ويا المناطق اللي الافراد اللي بعيده، ف تعالوا وشوفوا لو المناطق، يعني حفرة أبيار، حفرة ناس، حفرة أبيار ناس، يعني نشكركم احنا بلدية الكرادة نشكرها، لأن تدري ليش؟ لأن صار التنكر مال مي اللي إذا إجانا صاحبي فضل علينا، فاحنا ما نريد هذا التنكر مال مي، نريد حل جذري. سر الحياة يعني مقولة حكمة، إذا الماء سر الحياة واحنا 2020 وماكو مي، ماكو مي، فنطالب بتوسيع مشروع الماء في الزعفرانية، خاصة أطراف الزعفرانية متأذية، كلش متأذية. وشكرا. أنا أشكر أستاذ سمير وأشكر ست ديانة، بس أريد مو إلا بالمناشدات الهواي يلا يجونا، خليكم مع تماس ويانا، حتى إحنا وياكم إحنا كمواطنين فعالين منطقة الزعفرانية، نطالبكم بتماس ويانا مباشرة، مو إلا أنا خابر سدينة وخطية جوز مشغولة قاعدة بالبيت عندها أشغال هواي، لا تتفقد تدس موظف تدس اي شيء انه، وبنهايه الامر نشكرهم بشويه، خليكم مع الناس في دول قلب.